أريد أسألك على رحيم الله يرحمه، رحيم المالك الشاعر الشهيد. نعم. وشقيقك هو، ما معنى أن تعيش في منزل فيه شاعر يكاد أن ينطق الشعر في كل جملة؟ سولف لي عن رحيم، سولف لي عن رحيم بلسان الأخ ولسان شاعر النثر. نعم. يعني إحنا اللي لحقنا عليه شوية كذا نعرف أنه بطرف لسان الدارمي والأبوذية والضحكة وكذا. هو أكبر منك ولا أصغر؟ هو أكبر منك. أكبر منك. إيه؟ شنو كان العيش ورحيم المالكي موجود في المنزل؟ رحيم رحمة الله عليه يعني شخصية يعني جامع الصفات، الصفات الجميلة وبعضها المتناقضة في داخله. هو عصبي جدا وطيب جدا في نفس الوقت. أما بالنسبة لقضية الشعر، فالشعر يعني هو عاش للشعر وعاش من أجل الشعر، ويعني حتى في أيام الحصار، في أيام الحصار تعرف أيام قاسية وصعبة، فكان هو مثلا عنده سيارة برازيلي يشتغل بيها، يروح يخليها في مكان ويروح جمعية الشعراء الشعبيين. أنا أريد يقول أنا أريد أسمع قصيدة جديدة. كانوا هم جروب واحد، هو وجواد الحمراني، هو وجواد الحمراني وسمير الصبيح الله يرحمه، عباس عبد الحسن أيضا. أي شلون أستاذ جواد يقول هذول إحنا القواطع لون يشبه لون، هم كانوا أشبه بالجيل اللي هم الأبناء الروحيين اللي كانوا يسمعون. هم مجموعة، هم طلعوا يعني مجموعة، طلعوا سوى أسسوا المنتدى، وإن كان يعني لكن هو لا يعني هو أكبر من عندهم سنا. أستاذ الدراجي فالح حسون الدراجي. نعم. بس لكن هو شون فالح حسون الدراجي يعني لمهم. إيه يعني لمهم، لكن هو يعني أقدم من عندهم. نعم. مجايلة، هو أصلا من جيل كافر. نعم. مجايل. يعني من كان البئر الشعري الأكبر في المنزل؟ كان رحيم رحمه الله لو أم رحيم رحمه الله؟ والله هو شوف، والدتي الله يرحمها كانت تقول الشعر بطريقة فطرية. زين. يعني طريقة فطرية. نعاوي ودارمي. نعاوي ودارمي، ويعني بشكل بسيط يعني. تحفظ لها شيء؟ أي أحفظ لها شيء. وللأسف كل الأشياء مؤلمة اللي يعني تتكلم بيها. وخلنا أروي لك هاي الرواية عنها رحمة الله عليها. في أحد المرات يعني واحد من أقاربنا توفى وكان عزيز عليها جدا يعني، فهي تكلمت. طيب. يعني نعت بالشعر اللي هي يعني هي اللي تسوي. فمجموعة من يعني من أقاربنا رجال يعني عليهم الاعتماد هربوا من المكان، يعني ما يستطيعون مواجهة الموضوع. هذا الحزن كامل. لأن حزن وعبرة، يعني عبرة كبيرة. عتها بعض الأشياء اللي حافظها إلها، تقول بيها نامت على حمر الوسايد ونت وقالت يا حبايب ألمني يا يما اليوم زايد. أنا مرات أسألها أقلها يما أنت هاي هذا الكلام شلون تألفينه؟ تقول لي ما أعرف، هو يجي. هو يجي. إيه هو يجي. عتها وحدة كلش حلوة يعني، أنا ذاكرها ذاكرها بظلال القصب، تقول بيها حبايب طبن بسرداب، حبايب طبن بسرداب ولبسن ثياب المالها رقاب، ومن صوبن حتى القمر غاب. يا عيني. يعني الغياب الموت هي قاعدة توصفه. نعم. هو هي ثيمة الموت على النعاوي. هي هو هاي هي الأساسية عندها.